وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر استديوهاتنا في مصراتة العميد ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش. سيادة العميد مساء الخير. كما تابعتم الخبر اليوم، إعلان غرفة عمليات سرت والجفرة منطقة عسكرية تمتد ما بين الوشكة حتى سرت يمنع فيها التجول تحت أي سبب كان، بما تفسر ذلك؟ هل هي بداية لتحركات عسكرية ربما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي كريم ولمشاهديكم الكرام. نعم، هذه المنطقة طبعا منطقة ما بين ما بوغرين إلى عند الوشكة إلى سرت، هذه كلها مناطق عسكرية تتحرك فيها المقاتلين، يعني هي خطوط إمداد وكذلك يعني تحركات لأغلب الحركات العسكرية، ولهذا وجب أن تكون يعني منطقة عسكرية تحقق الأمن للمقاتلين وتحقق الأمان أيضا للمدنيين، لأنها منطقة قد تتعرض إلى قصف طيران، قد تتعرض إلى قصف مدفعي في أي وقت يعني يتوقع، ولهذا دائما ما تكون هذه المناطق التي عادة ما هي خط سير وخطوط إمداد للقوات العسكرية يجب أن تكون يعني خالية من الحركة وكلها مرصودة، بحيث أن أي جسم غريب يتحرك في هذه المنطقة يتم التعامل به بشكل صحيح. الحرب يعني نحن يعني على استعداد كامل، قد تقع في أي وقت، يعني هذه ليس يعني شيء الغريب، يعني قد يعني هو إجراء روتيني لا يدل على تحركات عسكرية قريبة أو شيء. نعم، هو طبعا شكل من الروتين الصحيح، يعني هذا هو الصحيح ويجب أن يكون بهذا الشكل يعني. نعم، هل في اعتقادك أن العمليات العسكرية ستمتد للحقول النفطية والموانئ؟ والله الأمر الآن متروك طبعا للمفاوضات السياسية، إذا ما أصرت هذه المرتزقة على الاستمرار في البقاء في هذه المنطقة نعم سيتدخل الجيش وسيقوم بحرب. نحن لا نتمنى الحرب لا قدر الله، لأن نحن نعلم أن الحرب سيكون عواقبها وخيمة وقد تطول حتى في المدة، ويكون يعني فيها عادة خسائر بشرية وخسائر مادية، وهو كله يؤثر في الليبيين، يعني هو من أرزاق الليبيين. ولكن إذا فرضت الحرب ستقوم القوات وستتقدم وستحررها، ولكن التحرير ضروري لا بد منه، سواء كان بمفاوضات سياسية أو في الأخير إلى الالتجاء إلى الحسم العسكري. نعم، سيادة العميد، هل لهذا الإعلان إعلان المنطقة العسكرية أي علاقة بالمناورات التركية التي أقيمت في المتوسط قبالة سواحل ليبيا؟ لا، الحقيقة هذا الإعلان يعني كما أشرنا يعني هو أمر عسكري بحت، يعني هو يجب أن يكون في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة كلها يعني مربوطة، نحن نعلم أن هذه مناطق صحراوية مفتوحة جدا، ولهذا لابد من 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 تأمين هذه المنطقة بشكل كامل، بحيث يعني لا يكون هناك اختراقات فيها، لأن من السهل اختراقها سواء بقوة عسكرية أو بأي قوة بسيطة نظرا لتباعد الأطراف وانفتاحها، ولهذا لابد من تأمينها بشكل جيد وفرض الحركة فيها بشكل. نعم، الآن أنت تقول أن الجيش في جاهزية تامة للقيام بأي عملية عسكرية، ربما في أي لحظة تندلع العملية العسكرية في سرت أو في منطقة، ابتداء من منطقة الشرق الليبي، ابتداء من سرت باتجاه الشرق الليبي. هناك تبع تهديدات السيسي في الغرب المصري تحركات عسكرية، إلى أي مدى تؤثر هذه التحركات على العمليات العسكرية المزمعة في الأيام القادمة؟ الحقيقة هو الدعم المصري يعني لم ينقطع حتى في جنوب طرابلس، يعني كان هناك دعم للقوات الموجودة في جنوب طرابلس وهو ليس بجديد، الذخائر كانت كثيرة مصرية، وكان هناك حتى بعض الأفراد الذين يقاتلون في جنوب طرابلس وتم دحرهم، ولهذا نحن لا نستبعد أن يكون هناك تعاون يعني بين ميليشيات الكرامة
وجيش مصري أو غيره من هذه المرتزقة، ولهذا لا نعول على ذلك كثيرا. نحن هدفنا هو تحرير هذه البلاد من 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 سيطرة أي ميليشيات، من أي ميليشيات خارجة عن القانون، سواء كانت كرامة أو مرتزقة خارجية. لابد أن تتحرر ليبيا ولن تبقى بهذا الشكل، وستتم السيطرة بشكل كامل على كامل ربوع ليبيا، سواء كان هذا بالحل السلمي أو لا قدر الله بالحل العسكري نهائيا يعني. نعم. أيضا سيادة العميد، ماذا بشأن المرتزقة الروس في الحقول والموانئ النفطية؟ يعني إذا امتدت العمليات العسكرية إلى هذه الموانئ والحقول، ما هي التدابير المتخذة من قبل الجيش لطرد هؤلاء أو التعامل مع الدول التي ربما ترعى هؤلاء أو ترسلهم إلى ليبيا؟ هذه المرتزقة الآن حقيقة تتحرك، سواء كان في سرتها أو الجفرة أو احتلالها لبعض الحقول النفطية، هي تتحرك بحرية تامة وكأنها هي الحاكم المطلق في هذه المنطقة. ولهذا نرى حتى بعض الاعتداءات وبعض يعني على حتى على سكان، ولهذا هي أرادت أن تكون يعني حرة بحيث تثبت للعالم بأنها لا يتحكم فيها أحد وإنها تستطيع أن تفعل ما تشاء. ولكن كما أشرنا هناك مفاوضات مع روسيا بالذات التي عادت ما تسيطر على هذه المرتزقة، حتى وإن أنكرت ذلك ولكنها تسيطر على هذه المرتزقة بحيث أنها تنسحب سلميا وتترك المكان. وأعتقد أن حتى هذه المرتزقة تحاول بقدر الإمكان يعني تخليص يعني نفسها أو ضمان حسابها بسيطرتها على الحقول النفطية، بحيث أن لا يضيع ما قامت به وما قدمته لمجرم الحرب حفتر هباء منثورا، وتخسر وترجع خاسرة. ولهذا تحاول بقدر الإمكان السيطرة بحيث أنها تفرض الأتاوة بتاعها على أي طرف من الأطراف.